منطقة بيت الزبير الأول العالمي يستضيف عدد من رواد الفن التشكيلي بجميع مدارسه من كافة أنحاء العالم. الإضافة اللي أضافنا إياها الملتقى نحن راح ناخذ أفكار جديدة، تواصل جديد مع فنانين، أساليب وتكنيك معين جديد راح يضيف لنا في مشوارنا الفني، وخصوصا احنا فنانين في بداية مشوارنا. تجمعات مثل هاي اللي يقيموا فترة بين فترة وفترة يعني يزيد من الخبرة للفنان أول شيء، تبادل الخبرات بين الفنانين، التعارف على الأساليب لدولة أخرى وين وصل من الفن. فائدة كثيرة وخاصة في الاستفادة من أخواننا ومن كل العالم، من كل العالم تقريبا، من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، هاي الفنانين متمكنين، احنا استفدنا كثير كفنانين احنا العمانيين، وهذا شيء جميل جدا. ونتمنى ما بس يعني مثلا بيت زبير، نتمنى من شركات ثانية وبهذه المهمة بهذه الملتقى الفنانين. ونشكر مرة ثانية، نشكركم جدا جدا بهذا الملتقى الحلو الجميل جدا.